نقول بأن هذه ليست أول مرة تقوم بها الجزائر بفرض تأشيرة على المواطنين المغاربة، بل سبق لها أن قامت بهذا الإجراء ردا على ما قام به المغرب من فرض تأشيرة على المواطنين الجزائريين، ورفع تم رفعها بطبيعة الحال في 2005 بعدما قام المغرب برفعها 2004، وبالتالي هذه تدخل في إطار حرب كما نقول حرب تأشيرات ما بين البلدين. وأظن أن كانت هناك عدة عوامل جعلت السلطات الجزائرية تقوم بهذا العمل. إن قلت بأن هناك عدة عوامل جعلت السلطات الجزائرية تفرض هذه التأشيرة، أولا لأن هذه التأشيرة أتت في إطار منطق الصعيد الذي قامت به الجزائر بعد إغلاق الحدود وقطع العلاقة الدبلوماسية في 2021 وإغلاق المجال الجوي على الطائرات المغربية. هاي الآن تقوم بفرض تأشيرة على المغاربة، نظرا لأنها تعتبر بأن المغرب قد استغل الدخول بدون تأشيرة للتجسس على النظام الجزائري، وهذا ما جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، حيث أكد على أن المغرب يقوم من خلال هذا الإجراء بالتجسس على الجزائر واستغلال هذا الإجراء لتشجيع الجريمة المنظمة والتجارة في البشر. ولكن على العموم هذا الإجراء لا يمكن إلا إدخاله في إطار كما قلت هذا التوتر السياسي بين البلدين، وأيضا في حرب استخبارات ما بين الطرفين، نظرا لأن الجزائر تعتبر بأن المغرب يقوم بعملية تجسسية ليس فقط لصالحه وإنما لصالح إسرائيل، على أساس أن المغرب قد فتح أو قد استأنف علاقاته مع إسرائيل، وتعتبر السلطات الجزائرية بأن هذه المسألة أو هذا الإجراء أو فتح الحدود من المواطنين المغاربة غالبا ما يشجع على هذا الاختراق، وبالتالي اعتبرت بأن فرض التأشيرة قد يساهم في الحد واحتواء هذا الاختراق استخباراتي بالنسبة إليها.